مفيش شك إن علم التحنيط هو أحد الألغاز اللي فشل العلم الحديث في الإجابة عنها، وبالرغم من إنه مرتبط بالحضارة المصرية القديمة إلا إن ممارسته متداولة بين حضارات تانية غير الفرعونية. لكن إحنا النهاردة مش هنتكلم عن التحنيط التقليدي اللي بتقوم الكهان بيه بعد وفاة الشخص المراد تحنيطه، إحنا هنشرح التحنيط على قيد الحياة، يعني إزاي نحنط نفسنا وإحنا عايشين فتفضل أجسامنا محتفظة بشكلها وتضارسها لفترات طويلة بعد ما نموت. عملية صعبة جدا فوق ما تتخيل، وبتتطلب معاناة لمدة 2000 يوم عشان توصل للمرحلة الأخيرة من تحنيط نفسك وانت على قيد الحياة. وبسبب صعوبتها الشديدة محدش للأسف قدر يقوم بيها للنهاية غير 28 راهب فقط على مدار 1000 عام تقريبا. هتضطر تتحمل جوع وعطش أقوى من الجمال، وهتبذل مجهود بدني عنيف هيتسبب في انهيار جسمك بالكامل، وفي النهاية هتوصل للمرحلة الأخيرة اللي هتضطر فيها إنك تدفن نفسك في قبر حجري وإنت عايش. هو إيه الموضوع بالظبط؟ وتفتكر إيه الغرض منه؟ وحصل إيه للي نجحوا في تحنيط نفسهم وهم على قيد الحياة؟ كل ده في حلقة النهاردة. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. في البداية لازم تعرف ان التحنيط الذاتي هو احد الطقوس الدينية اللي ظهرت على يد البوذيين في القرن 11 ميلاديا، واسمه سوكو تشيمبو تسو، يعني التحنيط الذاتي، وهو عبارة عن تهيئة الجسم لمرحلة الموت وصاحبه ما زال على قيد الحياة. الرهبان البوذيين من حوالي 1000 سنة كانوا بيمارسوا بعناية فائقة لما بيكبروا في السن، فيتخلصوا ساعتها من الدهون والشحوم اللي في أجسادهم، وبعدها يدخلوا قبورهم عشان يموتوا في سلام، وبعد فترة معينة يكون اكتمل التحنيط، فتقوم تلامذتهم بإخراجهم من القبور عشان تضعهم في المعبد مرة تانية، ويبدأوا في تقديسهم كنماذج حقيقية من بوذا. لكن ازاي ده بيحصل؟ اول مرحلة في عملية التحنيط الذاتي اللي بتستمر في المجمل لمدة 3000 يوم، يعني حوالي 8 سنين وشهرين، بتكون عبارة عن تجويع نفسك لدرجة رهيبة. وخليني اقولك الاول ان الراهب البوذي لما بيوصل لسن 80 أو 90 ويبدأ يحس انه خلاص قرب يموت، فيقوم باتباع نظام غذائي قاسي ومعقد جدا، فيمتنع نهائيا عن تناول الأرز أو اللبن أو البيض، ويكتفي فقط بتناول أطعمة معينة خالية من الدهون زي البذور والمكسرات والتوت البري. والمرحلة دي بتستمر لمدة 1000 يوم، وهي أهم وأصعب مرحلة في عملية التحنيط الذاتي، وده لأن الجسم بيبدأ في الانهيار تدريجيا عشان يتخلص من جميع الدهون اللي فيه. وفي نفس الوقت بيقوم الراهب بممارسة تمارين جسدية مرهقة وصعبة جدا عشان يضمن إن عملية التجفيف وصلت لجميع أجزاء جسمه. أما المرحلة التانية واللي بتستمر لمدة 1000 يوم إضافية، فهي بتتطلب حرمان أكثر من الطعام، فيبدأ الراهب يمتنع عن تناول أي شيء عدا جذور ولحاء الأشجار وأحيانا بعض أوراق الصنوبر، وبيتوقف فيها عن ممارسة التمارين الرياضية، وبيبدأ في ممارسة جلسات التأمل لفترات طويلة جدا، وده لأن الجلسات هي اللي بتنسي ألم الجوع والعطش الشديد اللي بيحس بيه. الراهب في المرحلة دي بيستبدل معظم السوائل اللي بيحتاجها الجسم بنوع من الشاي اسمه أروشي، وده شاي بيتم استخلاصه من أوراق الأشجار السامة اللي بتستخدم في طلاء الأواني وقطع الأثاث، ولكن الكهان بيستخلصوا الشاي منها عشان نقطتين. الأولى هي إنها بتساعدهم في التخلص من جميع السوائل الموجودة بالجسم، وده لأنها بتساعد في زيادة عملية القيء والتبول والإسهال. أما النقطة التانية فهي مرتبطة بوجود السموم داخل أوراقها، والسموم دي هي اللي بتساعد في حفظ الجسم من التعفن الناتج عن الحشرات والبكتيريا. أما المرحلة التالتة فهي المرحلة الأخيرة في عملية التحنيط الذاتي، وبتستمر لمدة 1000 يوم كمان، وفيها بيقوم الراهب بتسلق قمم أحد الجبال العالية، وبعدها يدخل في قبر حجري ضيق جدا لا تزيد مساحته عن حجم جسمه، وساعتها
بتقفل الرهبان البوذيين باب القبر عليه ويسمحوا له بإدخال أنبوب صغير عشان يتنفس منه، بالإضافة إلى جرس معدني، والجرس ده لازم يضغط عليه كل يوم الصبح عشان يعرفوا إنه لسه عايش. وفي الفترة دي بيدخل في جلسات تأمل طويلة جدا للتغلب على الجوع والعطش لغاية ما يموت. وأول ما النهار يطلع والرهبان ما يسمعوش صوت الجرس بيعرفوا ساعتها إنه خلاص مات، فيقوموا بنزع أنبوب الأكسجين ويقفلوا باب القبر عليه كويس جدا، ومحدش بيفتحه مرة تانية غير بعد انتهاء الألف يوم، يعني حوالي 3 سنين تقريبا. وساعتها بتكون عملية التحنيط اكتملت وأصبحت جثة الراهب البوذي محنطة بشكل نهائي، فيخرجوه من الغرفة ويقوموا بوضع الزي الرسمي عليه مرة تانية عشان ينقلوه للمعبد، وتبدأ بعد كده مراسم تقديسه والتعامل معاه على إنه ما زال على قيد الحياة، لدرجة إنهم بيحرصوا على تبديل ملابسه كل سنة ويشعلوا البخور والشموع جواره باستمرار، فتقدر المصلين إنهم يتبركوا بيه أثناء ممارسة شعائرهم باعتباره تجسيد حقيقي البوذا. الغريب إن الدراسات الحديثة اللي تم إجراءها بواسطة الأشعة السينية على المومياوات دي كشفت عن وجود أحجار صغيرة جدا داخل أمعاء ومعدة الراهب المحنط، ومحدش من العلماء قدر يوصل لسبب وجودها في بطونهم، لكن بيرجحوا إنهم ابتلعوها أثناء المرحلة الأخيرة أو اللي قبلها للتخفيف من ألم الجوع. وده لأن عملية التحنيط الذاتي قاسية بشكل لا يمكن تصوره، لدرجة إن عدد الرهبان اللي تمكنوا من إنهائها لا يزيد عن 28 راهب فقط من القرن الحادي عشر ولغاية عام 1870 اللي انتهت فيه محاولة التحنيط الذاتي على يد الإمبراطور ميجي. وعدم قدرة عدد كبير من الرهبان على التحول إلى مومياء بيرجع لسببين: الأول متعلق بفشلهم في تحمل أقصى درجات الجوع والعطش نتيجة كبر أعمارهم اللي بتوصل أحياناً لـ90 سنة، والتاني متعلق بالمناخ في اليابان، وده لأن الطقس هناك شديد الرطوبة وبيتسبب في تلف المومياء بسرعة. وأول الرهبان اللي قاموا بعملية التحنيط الذاتي هو الراهب كوكاي الملقب باسم كوبو دايشي، وكان باحث وشاعر بالإضافة إلى كونه مؤسس لمدرسة باطنية اسمها الشينجون، وهي بتسعى لبلوغ الحقيقة وتحقيق القوة الروحية عن طريق الدمج من تعاليم البوذية والشنتو القديمة والطاوية وديانات أخرى. فصعد إلى جبل كويا في محافظة واكامايا عشان يتحنط هناك خلال 1000 يوم، والغريب إن أتباعه بعد ما دخلوا عليه وجدوا جثته سليمة بشكل غريب، كأنه إنسان نايم مش أكتر، وحتى شعره وبشرته كانوا طبيعيين كأنه ما زال على قيد الحياة. أما آخر الرهبان اللي مارسوا الطقس القاسي ده هو الراهب تيتسو ريوكاي، فقدر إنه يدفن نفسه فوق أحد القمم الجبلية عام 1878، لكن قرار الإمبراطور ميجي بتحريم ومنع عملية التحنيط الذاتي كان صدر قبلها بسنة، فاضطر أتباعه إنهم يخرجوه بعد مرور 1000 يوم بشكل غير شرعي، وساعتها وضعوه في معبد نانا جاكو بعد ما بدلوا تاريخ الوفاة إلى عام 1862 عشان يتهربوا من المساءلة القانونية. وأغرب المومياوات الموجودة هناك في اليابان هي مومياء الراهب شاينيو كاي الموضوعة في معبد داين تشيبو، وسبب شهرتها هي إن الراهب ده كان بيحلم من وهو صغير إنه يتحول إلى مومياء مقدسة، لكن فشل في تنفيذ حلمه لعدم قدرته على تحمل أعتى درجات الجوع. وفي عام 1784 وبعد بلوغه 96 سنة ضربت مجاعة قاسية جدا أغلب المناطق في اليابان، وساعتها قرر الراهب شاينيو كاي إنه يستغل الظروف الطبيعية دي، فصعد إلى الجبل لإتمام عملية التحنيط الذاتي، وده لأنه كان بيعتقد إنه بتضحيته دي هيقدر ينهي المجاعة للأبد. وبالفعل بعد مرور 1000 يوم كان تحول جسمه إلى مومياء حقيقية وانتهت المجاعة بعدها، فبدأ اليابانيين إنهم يقدسوه لأنه مثال حي على التضحية والفداء. وللأسف مش كل المومياوات لقت نفس درجة الاحترام والتقديس من الشعب الياباني، وعلى مر السنين قدر عدد من اللصوص إنهم يستولوا على أكثر من مومياء وتهريبها خارج البلاد استعداداً لوضعها في المتاحف العالمية. وآخر المحاولات
كانت في يناير 2016. الشرطة نجحت في ضبط مومياء حاول المهربين إخراجها على إنها مانيكان مغطى بجلود الحيوانات، فتم التحفظ عليها ووضعها في متحف أولان باتار في عاصمة منغوليا، والباحثين صرحوا ساعتها بأنها مومياء راهب عاش في الهند من حوالي 2000 سنة، وبسبب الحالة الممتازة اللي كانت عليها المومياء رجحت الأهالي أنه على قيد الحياة. وفي النهاية أحب أقولك أن البوذيين بيؤكدوا أن عملية التحنيط الذاتي لا تعد انتحارا، بل هي إحدى وسائلهم في إظهار الانضباط الديني والتفاني استعدادا للانتقال إلى عالم جديد.